السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم بنات؟ إن شاء الله كلكم بخير. هالمرة وصلني ليزر ديس كولد المطور الوردي من شركة لوشا، أقرب شبيه لليزر العيادات. للأمانة ليزر ديس كولد أعتبره عيادتك ببيتك، متى ما حبيتي تستخدمينه تقومين وتشغلينه وتستخدمينه. بنات اللي باقي ما أخذت ليزر ديس كولد وش تنتظرين؟ للأمانة يحل مشكلة المسام، يعني جلسات الليزر هي أكثر فعالية وأفضل من الكريمات. يعني صح في كريمات تزيل أو تخفف من مشكلة المسام، لكن بصراحة الليزر 90-80% يشيل مشكلة المسام. أو بين الجلد أو تحت الجلد، طبقة كذا رقيقة، بصيلة شعر أو شعر أسود أو بني، أو تكون نفس المسام بنية. ليش؟ لأن في بصيلة شعر قاعدة تحت الجلد، عايشة بس تحت الجلد. فإيش الحل الوحيد عشان تختفي هالبصيلة؟ جلسات الليزر. وبعض الليزر، أنواع الليزر تكون فيها مثلا 50,000 ومضة أو 300,000 ومضة. وبعد ما تخلص 300,000 ومضة أو 500، بعد ما تخلص الومضات عموما تحتاجي تشتري عدسة. الميزة اللي عجبتني في ليزر ديس كولد إنه ما يحتاج تشترين عدسات مجددا، لأن العدسات اللي فيه كل عدسة لا محدودة الومضات، الومضات فيه للأبد، يعني الجهاز حيكون معاكي مدى الحياة، صالح للاستخدام مدى الحياة. بنات من أعظم مميزات ليزر ديس كولد إنه يتميز بتبريد. هالتبريد إيش يسوي؟ يخفف اللسع الصدري من الومضات، فبالتالي إيش حيصير؟ ما تحتاجي بعد جلسة الليزر إنك تستخدمي كريمات. أنهيت سنتين من استخدام ليزر ديس كولد، عمري ما انحركت ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا عمري أضفت أو حطيت كريم بعد، إلا بعض الأوقات أحط كريم أليكا لأن أنا عندي حساسية. أيضا في 3 فلاتر، الأولى لإزالة الشعر لكامل الوجه والجسم والمناطق الحساسة والإبط، الثاني لنظارة البشرة وإزالة النمش والكلف والتصبغات وتوحيد لون البشرة، الثالثة لعلاج حب الشباب وعلاج البشرة الدهنية وإزالة أثار الحبوب القديمة. للأمانة بنات، للأمانة أنا ما استخدمت حقة نظارة البشرة ولا اللي لعلاج حب الشباب، استخدمت حقة إزالة الشعر لكامل الوجه. للأمانة أحس إنها شاملة كل هالأشياء. للأمانة ليش؟ أنا فيني، كان فيني بقع حروق، كان فيني تصبغات، أحس تفتح البشرة، نفس فلتر أو رأس إزالة الشعر أحس يفتح البشرة درجة درجتين، وأحس يشيل البقع اللي في اليدين. ما شاء الله تبارك الله، أحس شامل هالأشياء. مرري الجهاز على جسمك ولا تكرري الومضة بنفس المنطقة، الجسم يكون جاف تماما، جاف ونظيف من أي كريمات أو عطور جسم أو لوشن، أي شيء نظيف يكون نظيف، جلدك تماما نظيف. عشان كذا أنا أفضل أن تكون جلسة الليزر بعد الاستحمام بساعة. بنات أيضا هالليزر الجميل يتميز بالومض التلقائي السريع، يعني ما تحتاجين للضغط على زر الومضات بكل مرة. وبعد الجلسة لو تبغي تستخدمي مرطب لك الحرية عادي، ما في أي مشكلة. وزيادة على كل هالخصائص في خدمة المتابعة مع إخصائية خطوة بخطوة، الإخصائية راح تتابع معاكي خطوة بخطوة وتكون معاكي بكل شيء. غير كذا مرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكي، وطبعا أكيد السعودية وأي دولة تعتمد المنتج لمن يكون مرخص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والضمان لمدة 2 سنين، والتوصيل مجانا بالسعودية، والشحن لدول الخليج ومصر برسوم جدا بسيطة. يعتبر عيادة كاملة ومضمونة عندك بالبيت بكل راحة تستخدمينها، ذات الاستخدام، بصراحة جدا جميل. أيضا هالجهاز يتميز كومنتات الإيجابية، الكلام الإيجابي بكل مكان تلاقون عنه مدح، يعني ما هو مستحق أني أمدحه. ما شاء الله البنات جربوا، يعني ما توقعت أن كلامي اللي تكلمت من قلبي وبكل عفوية رح يدخل القلب ويدخل قلوبكم. ما شاء الله كثير بنات شروا على نصائحي وعلى
كلامي وبعدين جو يمدحوني البنات اللي يبغون يشترون المنتج يروحون لأول فيديو في قناتي بإذن الله أحطه بالكومنتات أحط الرابط أو بالوصف يروح لكومنتاتي يشوفوا ما شاء الله مدح البنات مرة كان مدحهم ودعواتهم جدا جميلة. أنا للآن توصلني كومنتات دعوات وكومنتات يعني كلام حلو منهم الله يسعدكم بنات مرة جدا جميل كلامكم وقاعدين تسعدوني دائما باقتراحاتكم ودعواتكم كلماتكم الإيجابية الجميلة شكرا بنات. بنات لو حابين تشترون هالليزر الجميل جايبت لكم متجر لوشا مسجل وموثق من معروف بوزارة التجارة السعودية سمعتهم جميلة والأجمل أسعارهم المنافسة اللي مستحيل تلاقون موقع مخفض مثلهم وكمان على جميع منتجاتهم ضمان سنتين. طيب بنات كيف أعرف المنتج أصلي أو تقليد؟ هذا أكثر سؤال إن سألت عنه. شايفين هالصورة أمامكم؟ في رقم تسلسلي أو يسمى كود موجود على نفس المنتج يعني على نفس علبة مو بس علبة الليزر على نفس الليزر على نفس جهاز الليزر يكون موجود هذا الرقم التسلسلي وكذا أنت حتعرفي إذا هو أصلي أو تقليد. الشحن مجانا داخل السعودية والتوصيل في جدة والمدينة في أقل من 24 ساعة والمدن الرئيسية من 24 إلى 48 ساعة وباقي المدن من يومين إلى 3 أيام. وهالمرة جايبت لكم كود خصم جوتيوب وراح أترك لكم لينك موقع لوشا وأرقامهم وحسابهم إنستغرام ورقمهم الواتس في صندوق الوصف وكما راح أترك لكم في مثبتة في التعليقات أو مثل ما أنتم شايفين الآن على الشاشة كود الخصم وحسابهم الإنستغرام ورقمهم الواتس. أحب أنوه لو حابين أي استفسار أرسلوا لهم على الواتس فقط لأنه كثير عندهم الطلبات فيعلق الاتصال يعلق عليهم الواتس فالأفضل أنكم فقط ترسلوا لهم رسائل واتس. وأخيرا راح أترك لكم طريقة الطلب من الموقع مع كود الخصم وأتمنى تتواصلوا معي بعد الشراء وتقولوا لي إيش النتائج اللي حصلتوا عليها بعد استخدامكم للمنتج مرتين أو ثلاث مرات عادي علموني إيش حصل معاكم وحمسونا إيش حصل معاكم بعد الاستخدام وعن تجربتكم إيش لخصوا أو اختصروا تجربتكم في كومنت علشان كمان البنات يبون يشترونه بعدين يكون عندهم خلفية بسيطة عن المنتج.